عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دالين كروشيه، يا رب تكونوا بخير. نعمل حرف ال كده ام كده دبليو ام دبليو، تمام. ابرة 1 مليمتر برضو، وخيط اليزي فوريفر، تمام. المهم خدوا بالكم على ايديكم عشان الابرة تدخل تحت الضوافر. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله نبدأ. ده حرف الام، وطبعا احنا عارفين احنا لو قلبناه هيبقى دبليو، كاميرا بتنهار، تمام. بسم الله. الحرف هيبدأ من هنا، هنعمل 9 سلاسل. واحد 2 3 4 5 6 7 8 9، ومن تاني سلسلة أبدأ أعمل حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. ده كده اول دور. ارتفع سلسلة، الف الشغل وهشتغل. احنا عملنا اول دور اهو، نشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 دور ثبات، 16 دور ثبات. نفضل ماشيين كل دور، نرتفع سلسلة ونلف الشغل ونعمل حشو في كل حشو. يفضل عدد الغرز عندنا 8 في كل دور. هعمل معاكم تاني دور، وبعد كده انتوا تعملوا 15 دور لوحدكم عشان يكونوا في الإجمالي كام؟ 17 دور. كده 3 4 5 6 7 8. تمن غرز حشو. نخلص أدوار الثبات بإذن الله وارجع لكم تاني. خلصت 17 دور ثبات. دلوقتي أنا في الدور 17 اهو، أعمل ايه؟ هرتفع 23 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. وابدأ من تاني سلسلة اشتغل حشو. 3 4 5 6 7 8 9. عشرة 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22. كده انا عندي 22 غرزة حشو على السلاسل. ادخل عندي هنا 8 حشو، اعمل 8 عن 8 غرز، يعني اعمل فيهم 8 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 كده يبقى الدور فيه 30 حشو. ارتفع سلسلة والف الشغل وابدأ اشتغل 30 حشو تاني. احنا كده خلصنا اول دور، هشتغل كمان دورين عبارة عن 30 حشو رايح جاي، بخلصهم وبرجع لكم تاني بإذن الله. خلصت 3 ادوار الثبات، تمام. هنبدأ نرتفع سلسلة، نعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 حشو تناقص، 13 حشو تناقص. ارتفعت سلسلة، هلف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 حشو. بعد كده اعمل تناقص، الحلقة الأمامية من الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية من الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط من حلقتين، بعد كده اسحب من حلقتين، ارتفع سلسلة. طبعا احنا عندنا ده بلون تاني، يبقى ملناش دعوة، ده هنرجع نشتغله لوحده دلوقتي، تمام. هنرتفع سلسلة ونشتغل الدور كله حشو ثابت، هشتغل الدور وارجع لكم تاني. خلصت دور الثبات، الدور الجديد ارتفع سلسلة، اعمل 12 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 حشو، والغرزة اللي جاية هتكون تناقص. بعد كده ارتفع سلسلة، هسيب اول غرزة وادخل في التانية، يبقى ده كده تناقص، واكمل بقية الدور حشو. هخلص الدور ده، بعد كده اطلع الدور اللي بعده هيكون حشو فقط، هخلصه كمان وارجع لكم تاني بإذن الله. خلصت الدورين اللي قلت لكم عليهم، ارتفعت سلسلة، هلف الشغل، هسيب اول غرزة وادخل في التانية اعمل حشو، ويبقى ده كده تناقص. بقية الدور ده كله هيبقى حشو، تمام. بعد ما اخلصه ارتفع السلسلة، اخلص الحشو كله، ارتفع سلسلة، اعمل حشو في كل الدور ما عدا اخر غرزتين هنعملهم تناقص. هخلص الحشو اللي رايح وارتفع واعمل حشو، واخر غرزتين هرجع لكم فيهم نعمل فيهم تناقص. خلصت الحشو اهو، فاضل اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص. ارتفاع سلسلة، احنا خلصنا ده وده، هيكون الدور دوت عبارة عن حشو فقط، هخلصه برضو وارجع لكم. خلصت الدور الحشو وارتفعت سلسلة، هلف هعمل 8 حشو تناقص. 1 2 3 4 5 6 7 8 كده، 8 حشو، الغرزتين الجايين هيبقوا تناقص. ارتفع سلسلة، سيب اول غرزة ادخل في التانية اعمل حشو، يبقى كده ده اول، يبقى ده كده تناقص. يعني هنكمل السطر حشو، وبعد ما نخلص الحشو بتاع السطر ده نرتفع سلسلة ونعمل دور حشو كمان، حشو ثابت يعني. بعد كده نقص الخيط وارجع لكم تاني بإذن الله. طيب انا خلصت بس ما قصتش الخيط، ليه بقى؟ هدخل في الجنب اللي كنا شغالين فيه ده اعمل سطر. احنا كده كده بنعمل ايه، شغل حوالين الحشو حوالين الحرف يعني، فانا هعمل حوالين الجزء ده عشان اوصل للنص التاني ونبدأ نعمل الجزء ده، تمام. بدل ما نقص الخيط ونرجع نوصل تاني كده يبقى اسهل. خلي الفيديو شغال عشان تشوفوا ايه شغالة ازاي. كل فتحة ادخل اعمل حشو، الفتحة دي عبارة عن سطر، كل سطر يعني ادخل اعمل حشو. طيب كده انا خلصت، تمام. هروح بقى ايه هنا، ومفروض يبقى عندنا 13 حشو تناقص. انا بس هعد اشوف انا كده مظبوط عندي ولا ايه. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تناقص، ماشي. احنا ايه هنبدأ هنا، دي كده مع دي
كده غرزتين اسحب واكمل. لا استنى، مش هعمل هنا بس كده، قبل في الغرزة اللي قبل الغرزة دي هعمل بس كده منطلقة قبل الغرزة اللي هنشتغل فيها، يعني الغرزة اللي احنا كنا عاملين فيها تناقص. ادخل بقى في الغرزتين الجايين اعمل تناقص، ماشي عملتي. اسحب الخيط الحلقتين واكمل الحشو. كده انا عملت التناقص، هعمل حشو لغاية نهاية السطر وارجع لكم تاني بإذن الله. المفروض يكونوا 13 غرزة. خلصت الحشو اللي قلت لكم عليه، وبعد كده ارتفعت سلسلة وكان عندي دور حشو ثابت خلصته عملته، فانتوا اعملوا دور حشو ثابت. وبعد كده الدور اللي بعده هنرتفع سلسلة ونعمل تناقص سلسلة، هسيب اول غرزة وادخل في التانية، يبقى ده كده تناقص. وبعد كده الدور طبعا ايه، حشو بس. تمام، هفضل شغالة حشو لغاية نهاية الدور. طيب واللي بعده، الدور اللي بعده ارتفع السلسلة واعمل حشو في كل الدور ما عدا اخر غرزتين هيبقوا تناقص. تمام، يعني انا هخلص الدور ده، هخلص الحشو بتاعه وارتفع سلسلة اعمل حشو واخر غرزتين هيبقوا تناقص. بعد كده ارتفع سلسلة واعمل دور حشو ثابت، بعد كده ارتفع سلسلة واعمل دور حشو ثابت وفي اخر غرزتين تناقص، ارتفع سلسلة اعمل تناقص بعد كده حشو ثابت، نفس اللي احنا عملناه هنا. تمام، ارتفع سلسلة حشو فقط، حشو ثابت، ارتفع سلسلة تناقص حشو، بعد كده سلسلة حشو تناقص، بعد كده سلسلة واعمل 8 حشو. تمام، باين اهو قدامكم. نخلص، وانا مش عارفة ايه، لو هتلاقوا ان احنا عن اخر غرزة، بس انا هقول لكم احنا دلوقتي ما هنخلص 8 حشو، هيكون اخر غرزة عندنا الناحية دي، خلصوها وما تقصوش الخيط. هرجع لكم تاني، واحنا هنعمل دور حشو هنا في الجنب اللي هو دور تصحيح لغاية لما نوصل هنا عشان نشتغل الرجل دي. تمام، فهنعمل دور تصحيح، خلص لغاية دور التصحيح دوت وارجع لكم تاني. وانا شغالة سرحت في الشغل وخلصت الرجل دي. انا قلت لكم هنعمل الحشو الجانبي ده، بعد ما خلصته قمت عملت 8 حشو. طب رجعت بقى للسطر الطبيعي بعد ما خلصت الحشو ده، رحت على السطر الطبيعي وعملت 8 حشو واشتغلت 17 دور، كل دور عبارة عن 8 حشو، 17 دور زي الرجل التاني. تمام، بعد ما خلصت الدور دوت عملت حشو في الجنب ده، احنا ننتهي من جوه كده، عملت حشو على الجنب ده. تمام، فاضل لنا بس الجزء اللي في النص، يا رب يكون واضح. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعمل تناقص، بعد كده 2 4 6 8 10 حشو تناقص. نشوف، بسم الله، كده تناقص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، طيب الغرزتين دول كده تناقص. انا هتسيب غرزة ادخل في اللي بعدها عشان دي كانت سلاسل فمش باينة قوي يعني. تمام، هنعمل بقى 10 حشو، 1 2 3 4
خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10 وتنقص. طب انا هسيب الغرزة الجاية وادخل في اللي بعدها اعمل حشو، يبقى ده كده ايه؟ تنقص. ارتفع سلسلة، الف الشغل، هنعمل تناقص اول حاجة، بعد كده 2 4 6 8 حشو تناقص. هسيب اول غرزة وادخل في التانية اعمل حشو، يبقى ده اول تناقص. بعد كده نعمل 8 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 حشو، بعد كده تنقص. ارتفع سلسلة، لف الشغل، احنا في الدور ده نعمل تناقص 6 حشو تناقص. هسيب اول غرزة وادخل في التانية، يبقى ده اول تناقص. 6 حشو، 1 2 3 4 5 6 تنقص. تاني ارتفع سلسلة، الف الشغل، اسيب اول غرزة وادخل في التانية اعمل حشو، يبقى ده كده تناقص. اعمل حشو في الغرز اللي في النص ده، 1 2 3 4 ويتناقص في آخر غرزتين. تاني ارتفع سلسلة ولف الشغل، خلصنا دي احنا هنا تناقص. سيب اول غرزة واروح للتانية، 2 حشو، 1 2، بعد كده تناقص. سلسلة
هعمل 2 تناقص، هسيب اول غرزة ادخل في التانية، بعد كده اول تناقص و اعمل تناقص في الغرزتين الجايين كده، كده انا عندي غرزتين. ارتفع سلسلة اعمل 2 حشو، 1 2، بعد كده هبدأ اشتغل في الجنب، اعمل دور تصحيح تمام. بس اوريك اول جزء كده، مش عايزة فيه دور كده، مش عايزة افوته عشان يبقى دخلنا في كل دور. تمام، في الرجل التانية ادخل اعمل برضو دور تصحيح. نفضل شغالين بقى كده في الجوانب كلها الحرف، بعد كده نعمل حرف كمان شبهه ونبدأ نوصل زي ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة من حلقة الخلفية بتاع غرزة الحشو اللي احنا بنعملها دي، والحلقة الأمامية اللي هتبقى مقابلة ليها في القطعة التانية، ونبدأ نعمل ايه غرز حشو توصل بين القطعتين، ونحشي فايبر كويس قوي عشان شكل الحرف يبان، ونبقى كده خلصنا حرف M and W. يعني احنا كده ايه، عاملين حرف واحد، حرفين في حرف واحد، يعني نفس الخطوات بالظبط. ثواني هظهره لكم قبل ما اقفل. كده يبقى حرف الام، طبعا محتاج ان هو يتفرد، تحط في حاجة قوية يعني في الكراسة مثلا كده بالليل وتساب للصبح كده ام، وكده دبليو. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.